بسم الله الرحمن الرحيم. كان في حلقة عملتها سابقة ممكن حضرتك تشوفها، أسباب تذبذب عداد الار بي ام. ليه؟ طبعا أسباب كتير وكلام كتير، منها طبعا الحساس الايدل والبوشيهات وحاجات تانية. يعني أن المهم اللي جات لي كومنتات كتير على موضوع البوشيهات، وناس ياما غيرت البوشيهات مرة واتنين وتلاتة ومفيش فايدة، والأسلاك ومفيش فايدة. في حاجة مهمة فايتة على الناس او الفنيين، اللي هو الكويل نفسه، الكويل نفسه اللي بيدي الاشعال للبوجيه او البواجي. الحلقة دي ان شاء الله هنتكلم باختصار شديد على الموضوع ده، وازاي انت تكشف على الكويل بالافوميتر العادي. ما نضيعش الوقت نشوف مع بعض. طيب فين الكويلات اصلا او ايه وظيفتها؟ الكويل بياخد كهرباء عادية من الكمبيوتر، سلكين او ثلاثة على حسب النوع، يدخل على الجزء ده يطلع لي 10,000 فولت. طيب دي وظيفة الكويل. طيب الكويل بقى نفسه مكانه فين؟ جنب رأس المحرك فوق. في منه نوعين، في نوع منه بيبقى بالشكل ده، اتنين منفصلين، او كتلة واحدة طلع منها 4 اسلاك، او نوع الاحدث طبعا بالكويل في كل اسطوانة، ما يبقاش فيه السلك ده. احنا عملنا حلقة قبل كده عن ان اختبر البوجيه، وبعد كده حلقة عن اختبار السلك او الكابلات دي. النهاردة بقى الحلقة الاخيرة اختبار الكويل نفسه، سواء اللي هما زي دول او اللي زي فوق من هنا. بالنسبة للكويلات اللي زي دي، الكويلات دي احنا قلنا دول اتنين، كل واحد بيدي اسطوانتين. لو كانوا ملتصقين ببعض كتلة واحدة هنلاقي منهم، يعني ده سلكين. هنبص كده جوه هنا، شايفين ادي طرفينهم. لو لقينا كويل متكون من جزئين لازقين في بعض، يعني ده مفصول لازقين في بعض، هنلاقي بقى ايه جوه؟ هنلاقي يا اما 3 اطراف جنب بعض او 4 اطراف. دايما 3 اطراف هيبقى في النص غالبا ارضي، واحد 12 فولت يمين و12 فولت شمال، واللي في النص ارضي. او هنلاقي زي ده كده كانهم اتنين جنب بعض، موجب وسالب وموجب وسالب. طيب هنختبر بقى ازاي الموضوع ده بالافوميتر، هنشوف مع بعض ازاي. دلوقتي احنا ده الكويل بتاعنا اللي احنا هنعمل عليه التست، ده البلاجة بتاعته، دي واحدة تانية مفكوكة، بنضغط على الكليبس ونسحب. هنجيب الافوميتر بتاعنا على ال 20 فولت تيار مستمر زي ما احنا شايفين، هنظبط الافوميتر بتاعنا على 20 فولت تيار مستمر كده اهو. هناخد الطرف السالب او البارد نحطه في اي جزء في الشاسيه بتاعنا كده اهو، تمام. ناكد كده اللي هو وصل صح ولا لا، نحط الطرف بتاعنا مظبوط تمام. هناخد بقى طبعا هنفتح المفتاح بتاع الكونتاكت بتاعنا ونحط اول طرف هنا، طبعا دايم طبعا كده اعطاني 0، يبقى الطرف ده السالب. نحط التاني، اداني ال 12 فولت، يبقى انا عندي ده هو الموجب وده السالب. يبقى احنا كده عرفنا نتاكدنا ان تمام ده الكهرباء واصله فعلا للكويل. النوع التاني من الكويلات اللي هو الكويل اون بلاج، اللي هو زي ده، النوعيات دي في منها 2 سلك اللي احنا قلنا عليه و3 سلك، ده 3. دول يتقاسوا ازاي؟ نفس الكلام، الافوميتر هنجيبه على 20 فولت، ده هيبقى واحد
جراوند ارضي، واحد سيجنال جاي من الكمبيوتر، واحد 12 فولت. يعني الزياده هنا اللي هو السيجنال ال 5 فولت. هنقيس كده مع بعض. كده هنا كده ونقيس. شايفين 5 فولت. يبقى كده الاشاره جايه من الكمبيوتر سليمه. الثاني ال 12 فولت اللي هي الكهرباء الاساسيه. الخمسه دي هي اللي بتدي الاوامر من الترانزستور بعمليه التقطيع اون واوف عشان تدي الفولت العالي. زي ما احنا شفنا طبعا موضوع بسيط، عايز بس شويه فهم كده وانت تقدر بنفسك تحدد هل الكويل سليم ولا لا، عشان ما تدفعش اموال على الفاضي وتشتري حاجات ملهاش لازمه. ونشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.